بعد أكثر من 7 عقود على قيامها، ما زال الكثير لا يتفقون على تسميتها وتعريفها. هل كانت ثورة أم كانت انقلاباً عسكرياً؟ ما الذي حصل في كواليس الجمهورية العراقية الأولى والتي أعلن عنها في 14 تموز لعام 1958؟ 38 عاماً عاشها العراق في حكم ملكي لم يرتح فيه لا الحكام ولا الشعب. انقلابات وتمرد في الجيش وأكثر من عصيان مدني بفعل هذا الحزب أو ذاك، والكل كان يردد في أي تصرف يقوم به أنه يحافظ على وحدة ومصالح العراق. لكن هذه المرحلة بأسرها لم يكن فيها أي استقرار وهدوء في كردستان، حيث القصف المستمر على مدنها وقراها وثورات تباد منذ زمن الملك محمود الحفيد وحتى ثورات بارزان. هذه الثورات أتت دوما كردة فعل على تصرفات الحكومة التي أدارت شؤون البلاد والتي وعدت الكرد بالكثير ولم تنفذ أيا منها. ولم يكن الكرد فقط هم المتضررون من سياسات هذه الحكومات، حيث لا ينسى التاريخ مجزرة السيميل في 30 القرن الماضي ضد الأشوريين، ومجازر أخرى تعرض لها التركمان وحتى العرب أنفسهم. الحكم الملكي لم يكن منصفاً مع الكرد، والحكم الملكي كان تحت سيطرة الإنجليز، والإنجليز كان سياساتهم ليست صداقة للكرد أو اعتراف بحقوق الكرد. حد اليوم إنجليز عندهم سياسات سلبية تجاه الكرد، ولذلك أعتقد أنهم مثلا واجهوا ثورات الشيخ محمود اللي كان مطالبه وطنية واعتيادية حتى محلية، وضربوا بالطائرات وكذا الحكم العراقي. ثورة بارزان 43، ثورة بارزان 45، ثورة بارزان 31 مثلا، يعني كان يستطيعون حل المشاكل بالحوار بسهولة، ولذلك كان سياستهم سيئة تجاه الكرد. أولا يجب أن نذكر بأن الحكومة الملكية وقعت على بعض البنود والاتفاقيات الدولية منذ تأسيس الدولة العراقية، وضمن هذه الاتفاقيات الدولية كان من الواجب أن تكون هناك في المناطق، هذه المناطق أن تكون حكومة كردية. ولكن معظم، إذا نظرنا إلى هذه التواريخ بعد تأسيس الدولة العراقية، نرى أن الدولة العراقية وبدعم من السلطات البريطانية تعاملت بسياسة الحديد والنار مع كافة المطالب الكردية. التعريب في العهد الملكي كان يجري على نار هادية، والكرد لم يحصلوا على أي حقوق تستحق الذكر طيلة العهد الملكي، والعهد الملكي كان قاسيا في قمع الحركات القومية الكردية من حركات الشيخ أحمد البارزاني وإلى حركات ملا مصطفى البارزاني. امتلأت معتقلات بغداد بسياسي ومثقفي الكرد، ووصل الأمر حدا ثقلت فيها الكفة، وخصوصا بعد عشرات ومئات المحاولات لتدمير البنى التحتية في كردستان وقصف المدن والقرى منذ فترة ما قبل تأسيس الدولة العراقية من قبل الإنجليز، وصولا إلى 30 و40 القرن الماضي من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة. اتفاقات كانت توقع بين الثوار الكرد والحكومة العراقية، تقال بعدها الحكومة بأمر من الإنجليز، ليأتي تأسيس جمهورية كردستان في مهابات كبصيص أمل للاستقلال. لكن مصالح الدول التي ربحت الحرب العالمية الثانية أصبحت سبباً في إجهاض آخر أمل لاستقلال كردستان في ذلك الحين. جيوش لثلاثة دول لاحقت البارزاني ورفاقه البيشمركة المشاركين في تأسيس الجمهورية الموؤودة من مهابات، وصولا لما بعد نهر آراس وحتى الدخول لحدود الاتحاد السوفيتي السابق. وفي بغداد أحكام بالإعدام تصدر ضد ضباط كرد بتهم لم يكن لها أي أساس سوى أنها لا تلتقي مع مزاج الحكام.
هذه التصرفات أوصلت جميع الأطراف إلى نتيجة واحدة متفق عليها، ألا وهي لا بد من التغيير. جمهورية كردستان في مهابات كانت جمهورية ذات حكم ذاتي طبعا، وتأسس الجمهورية حقيقة عندما كان السوفيت موجودين في منطقة كردستان وفي أذربيجان يعني، ولكن مع الأسف السوفيت أيضا انسحبوا فيما بعد وتركوا الناس لمصيرهم كما تعرفون بسبب اتفاق مع قوام السلطنة الذي لم ينفذ الاتفاق فيما بعد نفط، وبسبب اتفاق سوفيت وأمريكان وإنجليز على تقسيم المناطق بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك كانت هنالك جمهورية حكم ذاتي، والكرد في العراق لجأوا إلى هذه الجمهورية وتعاونوا مع بعضهم، يعني ملا مصطفى تعاون معهم. أعتقد بأن الموقف الأساسي للحزب الشيوعي العراقي تجاه الحكم الملكي لا يتعلق فقط باستشهاد الرفيق فهد وحازم وصارب، فالموقف كان واضحا قبل هذا الاستشهاد وقبل إعدام هؤلاء الرفاق، حيث جرى إعدامهم بعلم السفارة البريطانية، وبعد إعدامهم أعلن السفير البريطاني بأننا أنهينا الشيوعية من النواة في العراق. فالموقف كان هو ناتج من النضال والعمل من أجل الاستقلال الوطني في العراق وتحقيق هذا الاستقلال واتيان بحكومة ديمقراطية غير موالية للإنجليز، حكومة تقوم بإجراء تغييرات جذرية تنهي الإقطاعية. حانت ساعة التغيير والجميع كان تواقا ومستعدا لهذه الساعة، حيث شكلت نخبة من الضباط في الجيش العراقي تنظيم الضباط الوطنيين، والذي سمي لاحقا بتنظيم الضباط الأحرار برئاسة الرائد رفعت الحاج سري. هذه الخلية كانت تعد أول نواة لتنظيم عسكري داخل الجيش، لكن الحكومة العراقية آنذاك وبعد برقيات استخبارية انتبهت لوجود هذا التنظيم، مما أدى بها إلى تفريق الضباط المؤسسين والتحقيق مع بعضهم لتؤول الرئاسة إلى الفريق نجيب الرباعي، لكنها لم تستمر طويلا بسبب نقله هو الآخر، لتستقر بعد ذلك مع ضابط أصبح في يوم من الأيام رجل العراق الأول. هذا الضابط كان الزعيم عبد الكريم قاسم. الشعب بشكل عام أيد الحركة، حركة عبد الكريم قاسم، ضباط الأحرار قصدي، جبهة الوطنية، جبهة الاتحاد الوطني كان موجودة، أيد الثورة والناس خرج كل الشوارع والجيش أيد، لأن لم يكن يستطاع فعل ماذا؟ الإنجليز لم يكن يستطيعون أن يعملوا أي شيء، ولا الأمريكان، لأنه عندما تكون هنالك حركة بالداخل والشعب والجيش وكلهم يأيدوا لا تستطيع قوى خارجية أن تمنع هذه الحركة. سبب نجاح ثورة 14 تموز في الحقيقة كان السرية التامة لحركة الضباط الأحرار منذ سنة 1948، كانت مفاجأة بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية، ولهذا حاولوا أن يتدخلون ويهجضون الثورة ويقمعوها بالقوة بعد أيام من قيامها. في صبيحة 14 من تموز لعام 1958 تفاجأ حكام العراق وهم في ساعاتهم الأخيرة بتحرك الجيش نحو القصر الملكي وسماعهم للبيانات والمارشات العسكرية عبر أثير الإذاعة العراقية، وهم في صدمة. قاد عبد الكريم قاسم حركته التي سماها بثورة 14 من تموز المظفرة، معلنا بذلك نهاية حقبة اتفق الجميع على أنها كانت سيئة، ليؤكد قاسم بأن القادم سيكون أفضل بكثير،
وتفاجأ العراقيون بأن كان من يحكمهم يوم أمس بات أما مقتولا أو مسحولا في شوارع بغداد أو هاربا يبحث عن مأوى. النجعبن البازل، النجعبن المجاهد يصبو ويرنو إلى هذا اليوم. إن عبد الإله، إن عدو الإله، إن عبد الاستعمار يقاتل في قطره يجاري مارش معون. ألا فليعلم أن قواتنا المسلحة لا تريد هرق الدماء وهو يريدها. إن قواتنا المسلحة تريد السلم والرخاء للبلاد. حرر في بغداد 14 تموز 1958. الحقيقة ليست هناك وثيقة خطية أو صوتية تؤكد لنا اتفاق هذين الرجلين على إبادة العائلة المالكة، وإنما ما حصل يوم 14 تموز في أكثر مفاصل ما حصل في هذا اليوم لم يدخل في تخطيط الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 14 تموز. يعني كان المخطط أن تتوجه سرية من اللواء 20 إلى قصر رحاب وهو مسكن العائلة المالكة، ولكن هذه السرية طوقت القصر ولم تقتحم القصر ولم تضرب إطلاقة واحدة على القصر، وإنما ما قام به هي زمرة من الضباط المتحمسين للانقلاب العسكري على رأسهم النقيب عبد الستار العبوسي الذين ارتكبوا على مسؤوليتهم الخاصة وليس بتوجيه من عبد السلام وليس من عبد السلام وعبد الكريم قاسم بل بتصرف فردي بالفعل أوقعوا وحصلت هذه الجريمة المروعة لا توصف. وأنا معاصر للحدث وأتذكر أنه خاصة في المدن الكردية وحتى في مدينة الموصل كان الهتاف زعيمنا الأول عبد الكريم قاسم، زعيمنا الثاني مصطفى البرزاني. ما حصل في ذلك اليوم أجبر البعض على أن يضع ما حصل في 14 من تموز لعام 1958 في خانة الانقلاب العسكري، حيث لا يمكن بنظرهم أن تكون لهذه الثورات الشعبية تصرفات لا إنسانية. لكن البعض الآخر يعتقد بأن الانفلات الذي يصاحب كل الثورات لا يمكن السيطرة عليه، فهل كان ما حصل في ذلك اليوم ثورة أم انقلاب؟ 14 تموز تغيير مهم طبعا في تاريخ العراق وفي تاريخ الكرد أيضا، كرد في العراق، لأنه أولا أطلق الحريات إلى حد كبير، هي بمثابة ثورة في بعض النواحي ولكن عمليا هو انقلاب عسكري عمليا، ولكن حركة وطنية على أي حال الذين قاموا به هم ناس وطنيين. بالنسبة للكرد كان الأهمية خاصة لأنهم أخرجوا العراق من حلف بغداد اللي كان أكثر في أكثره ضد الكرد، وكذلك إجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني والرجوع من مصطفى والرفاق من الاتحاد السوفيتي ومديرية الدراسة الكرد، مديرية دراسة كردستان، مديرية معارف كردستان حتى الآن، ثم المادة الثالثة من الدستور المؤقت التي تقول العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، ويقر الدستور حقوقهم القومية. لحد الآن لم تأتي صيغة أحسن من هذا العراق لحد اليوم. في رأيي ما حدث يوم 14 تموز سنة 1958 ثورة غير النظام السياسي من ملكي إلى جمهوري، إضافة إلى كثير من المفاهيم السياسية تغيرت. طبعا هناك من يعد ما حدث انقلاب، وهؤلاء معظمهم وقفوا منذ البداية ضد ما حصل يوم 14 تموز، ولكن في رأيي المتواضع بالنسبة لنا نحن الكرد ما حصل يوم 14 تموز كان ثورة. الحقيقة لم يتبقى شيء من أسرار وخفايا 14 تموز إلا ما يروجه بعض العراقيين للأسف من باب التشكيك في خلفية هذا الحدث التاريخي
وإسباغ صفة التآمر عليه والشبهات الدولية، وخاصة من جانب أنصار العهد الملكي المندثر. وبالتالي نتمنى أن تكون أن يكون 14 تموز هو يوم وطني للعراق. ثورة شعبية هارمة قام بها زعيم من الطبقة الوسطى كان يأمل بالتغيير وإنقاذ العراق من براثن حلف بغداد وحلف السنتو الذي كان يسمى أيضا فيما بعد، ومن الأغلال الاستعمارية. أنا أعتقد هي أكيد بدأت حركة عسكرية يعني تندرج كالكلام، ولكن التفاف في الناس حولها بشكل عفوي ومنذ الساعات الأولى، ولاحقا المنجزات اللي صارت، يعني هناك منجزات خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي، فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، يعني قطعت علاقة خروجا من الاسترليني، خروجا من التحالفات، يعني حلف بغداد، وكذلك حتى السياسات الاقتصادية والاجتماعية صار هناك تحول بالسلطة، خلينا نسميه من ناحية طبقية واجتماعية. طبعا هناك أسباب كثيرة أن تعد 14 تموز ثورة. أولا لأنها غيرت نظاما تغييرا جذريا. ما هي الثورة؟ الثورة هي عندما تغير نظاما تغييرا جذريا وإيجاد نظام جديد اقتصاديا واجتماعيا وأيضا دستوريا، وهذه كلها حصلت في ثورة 58. النظام السياسي تغير تماما، الدستور تغير، المجتمع تغير، العلاقات ما بين السلطة والمجتمع تغيرت. الشراكة الوطنية وكرد عرب يكحزام شعار ردده الجميع بعد 14 من تموز. الحزب الديمقراطي الكردستاني نال الإجازة الرسمية، البارزاني استقبل استقبال الأبطال والمحررين عند دخوله للعراق عن طريق البصرة وصولا إلى بغداد ولقائه بعبد الكريم قاسم، كما أجيزت صحيفة خبات لسان حال الحزب، وتأسست مديرية المعارف الكردية، وطبعت المئات من الكتب باللغة الكردية، واحتفلت الدولة العراقية ولأول مرة بعيد نوروز كعيد قومي لشعب كردستان، وأدرجت اللغة الكردية ضمن مناهج الدراسة. لكن هذا الوضع لم يستمر ولم تجري الرياح كما تشتهي سفن شعب كردستان، حيث كانت حكومة قاسم ملغومة بعناصر شوفينية كانت تضع العراقيل بينه وبين الكرد وتعمل على عدم تنفيذ ما وعد بتحقيقه، وخاصة المادة الثالثة من الدستور المؤقت. هو عبد الكريم قاسم كان موقف إيجابي تجاه البارزاني والرفاقة، ورأساً أعفى عنهم وسمح لهم بالرجوع واستقبالات كبيرة بشكل مشرف وبشكل والشارع العراقي كله استقبلهم كما تعرفون. أولاً استقبلهم من مصر في مطار بغداد في 6 أكتوبر 1958، ثم استقبلوا رفاقاً بالبواخر، رجعوا إلى بصرة بعد حوالي 6 أو كذا من هالقبيل. ولكن المشكلة بالنسبة لعبد الكريم قاسم، بالبداية علاقاتهم كانت جيدة ودائما علاقات تعاون، ومن المصطفى كان نيته أنه يعني يؤيد عبد الكريم قاسم في كل شيء، لا يريد قتال مرة أخرى. ولكن مع الأسف عبد الكريم قاسم لأنه كان حكم فردي التفوا حول عبد الكريم تدريجيا عناصر بعثية قومية، عناصر مغرضة، أفهموا عبد الكريم قاسم بشكل خاطئ أنه من المصطفى خطر عليه، وأن الكرد يريدون أن يقومون بمؤامرات عن طريق شركات النفط وبالتعاون مع إيران وغيره وغيره. أنا التقيت مع وزير داخلية عبد الكريم قاسم، والتقيت مع محمد حديد اللي كان من أقرب المقربين لعبد الكريم قاسم، وحتى كان يقال أنه اتهم حديد أنه كان يقول لعبد الكريم قاسم كلامك قانون. أنا قايل لا، أنا ما كنت أقول هذا الشيء، ولكن هم نفسهم يعني ما أقول تندموا، وإنما بدأوا يراجعون نفسهم بعد 1963. يعني وزير الداخلية أحمد محمد يحيى يعني قال لي إن البارزاني كان يحب عبد الكريم قاسم، بدأ يحسد البارزاني للشعبية التي كان يتمتع بها. حتى يعني تصور عبد الكريم قاسم اتهم الثورة الكردية بأنه صنيعة بريطانية. للأسف التطورات اللاحقة
أكدت وبينت أنه انزلق إلى هذا الطريق العنفي في معالجة القضية القومية الكردية. فهل النظام أخطأ؟ بالتأكيد أخطأ في هذا الموقف. وهل الحركة القومية الكردية، إحنا كنا الشيوعيين وما كانوا داعين إلى وقف النزاع، وقف الحرب في كردستان وتظاهروا، وكثير منهم دخل السجون، لا بل بقى بالسجون لحين مجيء انقلاب 8 شباط بهم، وقسم منهم ربما حتى تضامن مع الحركة القومية الكردية عندما تم اللجوء إلى الأساليب العنفية، وبالتالي بدأ القتال من هنا. نعم، عبد الكريم قاسم والبرزاني كانوا ضحية وضع غير مسؤولين عنه، الإقطاع وغيرها والتناقضات والفقر الاجتماعي والتخلف في كردستان لم يكن مسألنا لا ملا مصطفى ولا كان عبد الكريم قاسم، كلها تفاعلت لكي تتفجر أمام هذين القائدين، وبالتالي حصل ما حصل. وقع عبد الكريم قاسم تحت تأثير القوميين التواقين للوحدة مع نظام عبد الناصر، على الرغم من أن الأخير لم يرغب في معاداة شعب كردستان. كان قاسم يريد أن يغطي على خلافاته مع زملائه من الضباط، وخصوصاً من الذين قادوا العديد من الحركات الانقلابية ضده، بتشكيله لمحكمة الثورة التي ترأسها قريبه فاضل المهداوي. كما كان يريد أن يقف بوجه المطالب الكردية لتغطية كل هذه الخلافات، وليرضي أصحاب الفكر القومي ويبين بأنه لا يقف ضدهم. ولم يكن الكرد وحدهم من انقلب عليهم قاسم، فقد انقلب على الشيوعيين أيضا، وأصبح يعادي كل ما يتطلعون إليه، وخصوصا بعد اشتداد حدة التوتر بينه وبين عبد الناصر، والتراشق اللفظي بينهما في خطاباتهما السياسية. بدوس تلاقي قاسم قاعد على في المستشفى على بعد 1000 ميل من حدود إسرائيل، وبدوس تلاقيه بيجيب حديث، يدي حديث للصحفيين لصحيفة من الصحف، والجمهورية العربية المتحدة تعدادها 30 مليون، وازاي ما يتبعوش المبغتة اللي أنا بتبعها ويخلصوا إسرائيل في 24 ساعة. طبعا كلام طبعا بيبان يعني انه كلام بسيط، او واحد قاعد على بعد 1000 ميل من الحدود في مستشفى ومجبر دراعه وهو بيكلم. طبعا الامور لا يمكن انها تبقى طبعا بسيطة بهذا الشكل. وفين هي المباغتة اللي احنا شفناها من عبد الكريم قاسم؟ طبعا شفنا باغت الشعب العراقي وقتل منه يجي 10,000 سحلوهم في الشوارع ودفنوهم احياء. هناك افكار واتجاهات داخليه ادت الى هذه النتيجه، وايضا هنالك دور خارجي. الشعارات القوميه العربيه بقياده عبد الناصر اثرت تاثيرا كبيرا جدا، وبالتالي اصبح هنالك جزء من الشعب العراقي مرتبطا ارتباطا قويا بشخصيه عبد الناصر وبشعاراته، وايضا هنالك جزء من الشعب العراقي كان يساريا مرتبطا بالحزب الشيوعي مرتبط ايضا بالاتحاد السوفيتي، وايضا هنالك اتجاهات قوميه مثل الحركه الكرديه وغيرها، وبالتالي كلها كانت تطالب بحقوقها التي كانت مستلبه في النظام السابق. هذه المطالب كلها جاءت في لحظه واحده، عبد الكريم قاسم بقى لوحده، وبالتالي لم يكن قادر على ان يوافق بين هذه التيارات. يعني هو بدا يشعر ان الحركه الجماليه يخشى منها، يعني وجزء من غذى هذه المخاوف عنده، من لعب عليها نزعاته، هذه ايضا نزعاته، يعني هو يبقى ماسك مقاليد الامور ويتفرد بها ايضا، وكان يظهر الشيوعيين وظهرت الحركه السياسيه اللي يمثلوها وكان تهديد لهذه السلطه، فضلا عن انه جزء الشيوعيين كانوا يمضون بالتحولات الى مديات أكثر مما كان عبد الكريم قاسم مستعد أن يذهب إليها. يعني تعامل الحزب الشيوعي آنذاك بسياسة كفاح تضامن، أي الكفاح والنضال ضد كل المظاهر السلبية، المظاهر التي تتعلق بقضايا الدكتاتورية والحكم الفردي وعدم تلبية حاجات المواطنين، وأيضا التضامن مع كل ما يمس أو يحقق حاجات المواطنين. وضمن هذه السياسة تعامل الحزب الشيوعي العراقي في فترة العهد الملك الجمهوري في فترة عبد الكريم قاسم. رغم نفوذ الحزب الشيوعي آنذاك، إلا أن النظام في عهد عبد الكريم قاسم أيضا تعامل بسياسة نستطيع أن تقول لم تكن سياسة إيجابية مع الحزب الشيوعي آنذاك.
وكان في الدعوة الرسمية الموجهة إلى البارزاني لزيارة الاتحاد السوفيتي في عام 1960 للمشاركة في احتفالات ثورة أكتوبر، أثراً كبيراً في خلق نوع من الشكوك لدى عبد الكريم قاسم أزاء البارزاني الراحل وثقله السياسي على الصعيدين الخارجي والداخلي، ليعلن رسمياً معاداته لكل مطالب شعب كردستان. وسمع الكرد ولأول مرة مصطلحاً يطلق عليهم وعلى ثوارهم، وهو مصطلح العصاة، ولتبدأ قوات الجيش بالتحرك صوب كردستان والبدء بمرحلة جديدة من حرب لم يسكت الكرد عنها واضطروا للدفاع والرد. إنها ثورة أيلول. أولاً فيما يتعلق بالثورة وبحركات التحرر، الثورة وحركات التحرر لا تتعلق بمواقف شخصية أو ببعض الحوادث البسيطة. أعتقد بأن مشروعية الثورة وحركات التحرر تنبع من وجود حركة وطنية أو من وجود حركة قومية تدافع عن شعب، ولهذا نرى بأن هذه الحركة تجد صدى وتجد دعم من قبل الشعب الذين يسرعون ليكونوا أنصارا وجنودا وبيشمركة لهذه الحركة. فإذا هناك ظروف موضوعية لنشوء هذه الحركة، وهذه الظروف لا تتعلق بأنه كما يقال مثلا بأنه كان السبب زيارة البرزاني إلى موسكو، أو السبب بأنه كان هناك توجه ضد الإصلاح الزراعي فلهذا حدثت حركة. أعتقد هذه هي بتصوري مغالطة لحقائق موضوعية. الحقيقة الموضوعية بأن الشعب الكردي يناضل من أجل حقوقه، وهذه الحقوق لم تستجاب، وبالتالي لها مختلف الأشكال، لها الحق في اتخاذ مختلف أشكال النضال لتحقيق هذه الحقوق. نعم، هذه كان نقطة مهمة جدا. يعني عمليا هو البارزاني دعي للاتحاد السوفيتي في ذكرى أكتوبر 1960، هل سفرة كان مثل ما يقولون القش الذي قصم ظهر البعير. يعني عبد الكريم صار عنده قناعة أنه نعم لم يصب عنده شيء، وإلا لماذا يبقى 3 شهور، ولماذا دون موافقته راح وكذا. على أي حال كانت بالنسبة إلى نقطة سلبية جدا بالنسبة لعبد الكريم، لكن من الناس ما كان ينوي شيء سلبي، لكن هكذا فهموا. في 6 من أيلول لعام 1961 شهدت كردستان إضرابا عاما دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضا على تصرفات الحكومة العراقية، وكأداة ضغط على قاسم للاستجابة للمطالب الكردية. شكل هذا الإضراب ردا مفحما من قبل شعب كردستان على الحكومة العراقية، والتي تبين لها حقيقة نفوذ وتأثير الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرأي العام في كردستان، وخصوصا بعد أن تنصلت الحكومة من كافة الوعود التي أطلقتها بعد 14 تموز. وبرغم العديد من المحاولات لإبطال حجج الحكومة العراقية، بدأت ثورة أيلول. ويبين الرئيس مسعود بارزاني في مقدمة الجزء 3 من كتابه البارزاني والحركة التحررية الكردية بأن ثورة أيلول بدأت فعليا في 9 من أيلول لعام 1961، حينما هاجمت القوات العراقية قوات البيشمركة في أكثر من مدينة وأكثر من محور، في وقت أنجزت فيه هذه القوات مهمة تحرير زاخو. لكن التاريخ الرسمي لبداية الثورة اقترن بحركة سلاح الجو العراقي وقصفها لمناطق تقع على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية والقرى المجاورة لسد دوكان ضمن وادي خلكان. وقت عبد الكريم قاسم بيبقى رئيس الوزراء لبعت له علمية أخوه، يعني كأنه ينتواني إدارة المملكة ديتا جس يعني كذا أبا وأزانا كأنه غدر ظلم وتعدى بواء أبناء حكومة بو غدر ظلم وتعدى ملت مجبور به لها ملاوة. حتى قسم قرآن كرتون إيران، قسم قرآن كرتون خارج، أو عنيك لداخل أو مقاومة كر ديبا سببي أوك أو مقاومة أو ثورة هسا سياستي غلطي عبد الكريم حتى استشكم حكومتي لفاش أو هاتون استدستي فيها كان يعني أسباب أوابي كاويا أكشتن طالانيا أبر خلكان أجد ببي معنى
هلا صار تقارير بيد أثر. وعمليا العوامل تجمعت، يعني من ناحية الكرد مثلا كان كوخان إصلاح الزراعي، إصلاح الزراعي في كردستان دائما بها مشاكل، يعني أراضي قليلة في كردستان بجبلية وغيرها لا تكفي للملاكين والفلاحين على حد سواء، يعني هاي نقطة. ثم زيدوا ضريبة الأرض، يعني كان قبل ضريبة الأرض التي تحرثها أصبح ضريبة الأرض سواء زرعت ما زرعت، هذا أيضا أضع الفلاحين مثلا. في نفس الوقت كانت الخطوات الأخرى التي ارتكبت من قبل قاسم، اعتقال أعضاء البارتي، سجل الانتخابات وغيره وغيره، وهالمسائل من مصطفى اضطر 6 أشهر قبل الثورة يذهب إلى بارزان، لم يستطع الرجوع إلى بغداد لأسباب أمنية، وهالعوامل كلها تراكمت وأدت إلى أنه تتكون في كردستان شعور قومي طاغي كبير موحد ضد إجراءات السلطة في بغداد. وفي بغداد تكونت أيضا تكون الرأي لدى عبد الكريم قاسم اللي هو كان كل في الكل، بأن كرد أصبحوا خطرين من المصطفى قطر عليه كما قلت. نعم أكو السلطة المركزية على أخطاء، ولكن هذا النظام طبيعته الوطنية ينبغي أن نحاول نحلها بالطرق السياسية، يعني ما نصعد الخلافات إلى مرحلة النزاع المسلح، يعني هذا كان لازم نتجنبه. هسه من يتحمل المسؤولية؟ قلنا الطرفين بهذه الدرجة وتلك يتحملوا جزء من المسؤولية بهذا الموضوع، سواء السلطة المركزية كذا. نفس الشيء صار وراء حكم البعث الثاني يعني.